طبيعة الحال اليوم هو اليوم الأول من امتحانات البكالوريا. من بعد ما نهاو التلامذة المقررات ديالهم في ظروف عادية قاموا بما يجب أن يقوموا به من حيث الدروس اللي كيقوموا بها وداكشي اللي دار لهم الأساتذة إلى آخره. اليوم إذا كيجي التتويج نتاع هذاك السنة الدراسية بهذا الامتحان هذا. هذا المركز هذا كيضم 464 مترشح ومترشحة، منهم 228 مترشحة بنسبة تقريبا 49%. إذا الشعب اللي عندنا هنايا أو المسالك، عندنا العلوم الرياضية خيار فرنسية ب، عندنا علوم الاقتصاد، عندنا العلوم والتقنيات الميكانيكية والكهربائية، عندنا الفنون التطبيقية، وعندنا التدبير المحاسباتي. وكنتمناو لوليداتنا النجاح والتوفيق في هذا الاستحقاق الوطني. المركز نتاع مولاي يوسف ثانوية مولاي يوسف التقنية كتمر فيها الأجواء أجواء عادية جدا، انضباط أي حاجة كتسير الامتحان ما عندناش في هذا المركز هذا، والحمد لله يعني الأمور كلها كدوز عادية جدا. الوليدات كيحسون بأنهم مازالين في الدراسة ديالهم، كيحسوش بأنهم يعني غيروا المكان، واخا تيكون واحد شوية تاع التوتر في الأول لكن كيعاودوا ينطلقوا إن شاء الله، وكنتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. إذ ديالي والد العلاوي كان امتحان متناول، كان كلشي اللي كان مراجع كان يجي هذاك الشيء ساهل. الحراسه كانت مرخوفه، كانت مرخوفه. غزلان رفيقه شرقي كنقرا في مولاي يوسف. اليوم دوزنا امتحان ديال كونتابيليتي، صراحه داز طويل شويه ولكن الحمد لله مزيان، زعما داك الدوسي الاولاني طاح ساهل، ودابا عندنا في الشيه لونغري ان شاء الله يا ربي حتى هو يدوز مزيان. الحراسه كانت مشدده بزاف صراحه، ما تضر لا هيدا لا هيدا بلا ما تحاول زعما. صراحه الحراسه دازت مشدده، كنتمنى لونغري تكون مرخوفه شويه زعما على الصباح. صراحه اذا راجعتي تجاوب، خصوصا حنا السيده الصراحه ديالنا هنايا عاونونا بزاف، كنشكروهم كاملين بهم، مسيو اشهبار مدام ناجيه كاملين بهم صراحه تعاونوا معنا ووجدونا لهذا النهار هذا. اسم ديالي محمد رضا. اليوم دوزنا في مولاي يوسف. المهم في الصباح كانت عكس عندنا كونتابيليتي، كانت طويلة الصراحة وكانت سهلة، طويلة وسهلة ودوزنا مزيان الحمد لله. والحراسة كانت شي مرة خاف شي مزيار، وإن شاء الله نتمناو يكون الخير إن شاء الله. الشعيبي من مولاي يوسف، واليوم دوزنا فنون تطبيقية، دوزنا تصميم شنو محيط، دوزنا تصميم المحيط. المهم داز مزيان الحمد لله، الوقت كفانا ولكن كان شوية طويل، مي هو هذاك كان سهل، الامتحان وكل شيء كان مزيان صراحة. إن شاء الله غير لونجلي ندوزو مزيان ونجحوا إن شاء الله. باقي لنا دابا امتحان ديال لونجلي وغدا جوج ونهار الخميس باقي لنا واحد صافي. وسيتو الحراسه كيف كانت؟ الحراسه صراحه كانت مزيانه، كانت الحراسه مخوفه ماشي مشداده، وكل شيء كان هو هذاك صراحه حيت ما عندناش فاش غنقلوا، عندنا غا تصميم ما عندناش شي حاجه.
التصوير. سميتي زكريا الشوكي، كقرا في التنويت مولاي يوسف، من احسن المدارس في طنجه وقيله كما نعرف. اليوم امتحان كونتا دوزناه كان صعيب شويه ولكن طويل بزاف، وبدلوا لنا منهجيه الامتحانات، ما نزلولناش نفس الطريقه، عانات طاولوا لنا في دا بروفيزيون، عندنا واحد الدرس اسمه بروفيزيون هو اللي كان طلعوا فيه النقاط، نقصوا لنا فيه النقاط وزادوا لنا النقاط، ولكن هما صعبوا علينا، بغاو يسهلوا صدقوا صعبوا، حيدوا لنا نقصوا لنا من التمارين اللي ساهلين وزادوا لنا من التمارين الصعابين، وكل شيء خرج كيبكي. انا اسمي ريحه بالعافيه، مستوى ثانيه بكالوريا علوم الاقتصاد. الصباح صراحه دوزنا كونتابيليتي، امتحان طويل 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 طويل، ما قدناش الوقت، ميثود ديال الامتحان بدله مره على الاعوام اللي فاتوا، وداكشي صعيب. بروفيزيون لامورتيسمون مخربقين ماشي بحال الاعوام اللي فاتوا مره. بالنسبه للحراسه طاح فينا واحد استاذ لونجلي صراحه ان شاء الله غادي يسهل، اي سبيك انجلش فيري جود. وعليكم سميتي الياس بن سعيد، كان امتحان شي حاجه صعيب، كنت مولاي يوسف بطبيعه الحال، سيونس مات بي خير فرنسي، كان امتحان صعيب بزاف، كان الالكتريسيتي شويه في عوانو، ولكن زعما جينيرالمون كان مزيان. شي حاجه ديال الالكتريسيتي كل عام سبحان الله كيديروا لنا كل حاجه شي حاجه جديده، وكل مره كتحط شحال ما تبريباري ديما يجيبوا لك شي حاجه جديده، وغير خصك غتفهم الدروس، ولكن في عوانو الصراحه.